فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام، متى تسقط عليها الصلاة؟ لأن في ينزل منها مثلا دم أو ما أشبه ذلك. يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة فيها يومين فهي نفسة، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاسه. متى انقطع منها دم النفاس بعد 10 أيام تماما؟ فهل عليها أن إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة طبعا؟ نعم. فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي، لا تنتظر للمدة مثلا؟ لا ما تنتظر، ما دام انقطع ما تنتظر.